روزا اليوسف اتكلمت ان في نيو لوك جديد بالنسبه للنادي الاهلي، ده حقيقي بصراحه؟ انت عندك عدد من الصفقات حتى الان 4 صفقات، من الوارد جدا ان يشارك بعضهم سواء اساسي او كبديل في مباراه الغد ان شاء الله امام بيراميدز، وكان او بيقولوا ان الخط الامامي بالنسبه للنادي الاهلي هيكون من خلال ازارو ورمضان صبحي واحمد الشيخ، ان هم في حسابات طبعا مستر لوسارتي، وطبيعي جدا ان هم يكونوا في حساباته، وبالتحديد رمضان صبحي اللي اعتقد انه بنسبه كبيره هيكون متواجد في التشكيل الاساسي بالنسبه للنادي الاهلي. رمضان صبحي جاهز على فكره بدنيا وجاهز فنيا، ممكن الفتره الاخيره مع فريق هادرسفيلد الانجليزي ما كانش بيشارك بالصوره المطلوبه او بشكل كبير، لكن بدنيا الراجل في التمرين ماشي بشكل كويس جدا جدا جدا، وجاهز ليخوض اي مباراه ان شاء الله خلال المرحله المقبله. مجلة الأهلي قالت إن الأهلي جاهز للقاء بيراميدز الجمعة وسموحة الثلاثاء، هما مباراتين ورا بعض يعني صعبين جدا. بيراميدز فريق قوي أنت بتنافس معاه، يعني شئنا أم أبينا بيراميدز أحد المنافسين على بطولة الدوري هذا الموسم، بجوار طبعا نادي الزمالك اللي ماشي بصورة جيدة جدا حتى الآن في بطولة الدوري، بيحتل قمة البطولة برصيد 38 نقطة، بالتالي منافسة قوية جدا جدا هذا الموسم. لكن انت بعد ما ان شاء الله ما تنتهي من مباراة بيراميدز بالشكل اللي انت عايزه من حيث النتيجة بالتحديد وده الأهم، هتكون عندك مباراة يوم الثلاث أمام سموحة، مباراة قوية جدا، وقد تشهد مباراة سموحة قد تشهد تواجد حسين الشحات في قائمة النادي الأهلي لهذه المباراة. تاني، مباراة سموحة قد تشهد تواجد حسين الشحات في قائمة المباراة ان شاء الله يوم الثلاث، الامور هتخلص باذن الله يعني. فبالتالي مباراتين صعبين جدا ورا بعض.